احمد ربنا واشكره على كل شيء موجود. والله الحمد لله مش ناقص اي حاجه، فنحن في نعمه كبيره من عند ربنا والله. رضا الحمد لله، حمدينه على اللي جابه ربنا. نشكر ربنا الحمد لله، دايما على كل حال نشكر ربنا. طب يا حاج نفسك في ايه؟ يا حاج ده حقك، اطلب قول اتمنى. انا مش نفسي في حاجه غير ان ربنا يديني الصحه كده واشتغل. نفسي اشوف ولادي احسن مخاليق الدنيا. نفسي يوسف يخف بس. نفسي حد يتولى في علاجه. نفسي اعمل عمليه في عيني. نفسي اعمل عمره يا حاج. دي امنيه حياتي ان انا اعلم ولادي واطلع الحج. نفسي يعني الدوله تهتم شويه بالفقير، يعني الطبقه الفقيره دي يعني مش هقول. مصر ما بتنساش ولادها وعارفاهم وحافظه جمالهم، والنهارده فيها شغل من النار وناس بتشتغل ليل نهار، وكل المصريين اللي قادرين بيساعدوا علشان نأمن لكل المصريين الحياة اللي يستحقوها. حياة كريمة، مبادرة حياة كريمة هتهتم بكل تفاصيل حياة المصريين المحتاجين، صحتهم وعلاجهم، بيوتهم ومرافقهم، أكلهم وشربهم. هنساعدهم يشتغلوا ويعلموا ولادهم واللي فقدوا أهلهم. المبادرة هترعاهم علشان يبنوا حياتهم، وده حقهم علينا إننا نرعاهم وندعمهم علشان يعيشوا حياة كريمة. من بحر القبل في كل مكان في بلدنا في ناس تلمحهم تلقى الطيبة ساكنة في ملامحهم، عالقد لكن عايشين وفي سكتهم ماشيين مهما الدنيا بتيجي عليهم. دايما راضيين. مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم الأسر الأكثر احتياجا. هل أدلكم على أفضل ما يمكن فعله من أجل طي صفحة الماضي بمآسيها وفتح صفحة للحاضر والمستقبل يعيش فيها الإنسان حياة جديدة أو بالأحرى كريمة؟ في يوم من الأيام كانت حلما ثم تحولت لفكرة في عقول الشباب، وبعدها انطلقت ودقت ساعة العمل. منذ ذلك اليوم ونرى تغييرا لحياة ملايين المصريين في الريف المصري كله، من أقصى قرى بالوجه البحري إلى آخر أماكنه في صعيد مصر. ولعل قرية غرب سهيل بمدينة أسوان خير شاهد ودليل. حياة كريمة ليست مبادرة رئاسية فحسب، وليست فكرة شبابية فقط، بل مشروعا شعبيا قوميا مصريا بامتياز من أجل تطوير الإنسان والعمران. هذا هو عنوان الجمهورية الجديدة. هنا مصر المتعافية والمتنامية التي تتعمر اليوم، وذلك من أجل حياة كريمة لأهلها وشعبها بسواعد قيادة لديها إرادة وشباب عفي لديه عزيمة. أهلا بكم إلى الجمهورية الجديدة حيث الحياة كريمة. يكتب التاريخ في يوم من الأيام أن قيادة سياسية شاهدت واقعا مؤسفا يعيشه أبناء الوطن فقررت تغييره نحو الأفضل. وحينما تكون تلك القيادة متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن خلفه شعب مصر العظيم، تتحول الأحلام إلى واقع ملموس وترتسم على الوجوه نتائج عمل شاق في مبادرة رئاسية اسمها حياة كريمة، وهو اسم على مسمى يستهدف عيشا كريما يليق بأكثر من 60% من شعب مصر الصبور الذي آن له أن يحصد خيرا يستحقه. في إطار المتابعة المستمرة لموقف تنفيذ المشروعات بالمبادرة الرئاسية، تتواصل اجتماعات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي للتشديد على ضرورة العمل على مدار الساعة من أجل الإسراع بمعدلات التنفيذ وضمان تحقيق معايير الجودة المطلوبة وفقاً لأعلى المواصفات. الموقف التنفيذي للمرحلة العاجلة من المشروع شهد الانتهاء من أعمال الاتصالات بشبكة من الألياف الضوئية في قريتي الزرابي ومعصرة بحري بنسبة 100%. والبدء في أعمال التنفيذ الميدانية في 30 قرية أخرى. وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي لمكاتب البريد، تم تطوير 624 مكتباً من إجمالي 839 مكتباً مستهدفاً، مع البدء في إجراءات إنشاء 500 من محطات الهواتف المحمولة من صندوق الخدمة الشاملة، و500 محطة من شركات المحمول لتغطية القرى وتوابعها.
التقدم في نسب التنفيذ شمل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ومشروع توصيل خدمة الغاز الطبيعي بالقرى، في ظل سعي من الشركة المصرية للغازات إيجاس لضغط معدلات التنفيذ لسرعة توفير خدمة حضارية لأهالي القرى وإزالة أعباء تداول واستخدام اسطوانات البوتاجاز من على كاهلهم. منظمات دولية عديدة أشادت بالمبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي، حيث أثنت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر إلينا بانوفا على المبادرة الرئاسية، مؤكدة استعداد الأمم المتحدة للمساهمة بكل ما تملكه من خبرات فنية في سبيل تعزيز هذا البرنامج الطموح الذي سيقدم للمنطقة والعالم أجمع بانتهائه نموذجاً فريداً من التنمية الشاملة والمستدامة. ينضم إلينا هاتفياً الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع. أستاذ أكرم، بعد التحية، إذن 3 سنوات مرت على إطلاق مبادرة حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تطوير القرى المصرية، وركزت على تطوير بعض المناطق الأكثر فقراً. أي مكاسب تلك التي عادت على المستفيدين من هذه المبادرة المهمة؟ وطبعا مبادرة حياة كريمة الحقيقة هي مش مبادرة عادية، هي تعتبر دورة المبادرات الرئاسية، لأن المبادرات الرئاسية نجحت في الفيروس سي وفي 100 مليون صحة، وهي بتتعامل مع الأمور السريعة والأمور الآجلة، يعني بمعنى إنها مبادرة بتضمن عدالة. دايما كان في سؤال ليه إحنا بنعمل في العاصمة الإدارية، في المدن، في العواصم المدن، في المدن المختلفة، فين نصيب الأقاليم أو الريف؟ كان الريف دايما مهمل وكان مجرد الخدمات في اوقات الانتخابات او كده، لكن فكره انه يبقى جزء من التنميه وبيستفيد بيها ويرتبط بيها من خلال طرق، من خلال صرف ومياه واتصالات وتعليم وصحه، اكتر من نص المصريين يعني مفترض وكان مقرر لها 700 مليار، اظن انها يعني حسب اخر الكلام انها تتجاوز المليار. هي مش فكره، مش مجرد تقديم خدمات، لا، هي فقط هي ادماج للريف في التنميه. يعني الريف من حقه انه يحصل على تعليم جيد، على خدمات جيده، على علاج جيد، يدخل في منظومه تامين صحي، الفلاح او الصانع ينقل منتجاته وادوات انتاجه ويحركها، ابنه يروح المدرسه بشكل منتظم. قبل كده كانت الطرقات مشكله وازمه كبيره جدا في انه الانتقال، نقل المحاصيل، التحرك، فيبقى من حق الريف مش بس ان هو يبقى فيه خدمات، لا، كمان يبقى مرتبط بمشروعات التنميه، بالطرق الاقليميه، بالطرق الكبرى، بالمواصلات العامه بشكل محترم. تبطين الترع بيوفر ميه، بيوصل الميه لاخر الاماكن اللي ما كانش بيوصلها. كل دي الحقيقه تفاصيل يعني بتخلي مبادره حياه كريمه هي عقد اجتماعي جديد بيضمن عداله التنميه وعداله الخدمات للريف وللقرى والتوابع، ودي كانت اماكن مهمله جدا على مدى سنوات. فانعكاس ده اعتقد على البشر، على التعليم، على التنميه كمان، يبقى من حق الريف ان يكون في مشروعات صغيره، مشروعات متوسطه غير ملوثه للبيئه، طاقه شمسيه. اعتقد انه كمان بعد قمه المناخ سيكون حياه كريمه جزء منها هذه الطاقه، لانه بدا مبكرا في الطاقه الشمسيه وفي الغاز وفي غيره والانشطه غير الملوثه. نعم، يعني أيضا حياة كريمة منهج وليس شعار. ما هي الفلسفة التي ربما انطلقت منها الدولة المصرية وهي تؤسس لتلك المبادرة وتضع قواعدها وركائزها؟ أعتقد أنه على مدى عقود كانت دائما التنمية في المراكز، في العاصمة، لكن دلوقتي أصبحت في الريف. فأصبح فكرة أنه زي ما احنا بنقول عقد اجتماعي، دايما كنا بنطالب بعقد اجتماعي، أكثر من نصف المصريين مستبعدين من التنمية، فيحصل هجرة من الريف إلى المدينة. النهاردة أعتقد إنه فلسفة هذا الأمر إنه يكون التنمية في كل مكان في مصر. النهاردة في الصعيد مصانع للموبايلات أو الأجهزة الحديثة، في كفر الشيخ الرمال السوداء، فكرة توزيع التنمية. ويمكن في أسبوع الصعيد كان ربط شرق النيل بغربه من خلال محاور تكلفت كثيرا لكنها كانت ضرورية لأول مرة في التاريخ الحديث يعني. فهي الفلسفة اللي تقوم عليها هو بناء عدالة التنمية وعقد اجتماعي يمكن الريف من الحصول على حقوقه كاملة، وانه ما يبقاش مستبعدين. يعني ما ينفعش ننسى اهلنا في الريف زي ما قال الرئيس عبد الفتاح.
نعم، أيضا نحو 13.5 مليار جنيه هي المخصصات التي تم رصدها لتطوير 375 قرية على مستوى الجمهورية في المرحلة الأولى من حياة كريمة. كيف غيرت هذه المخصصات شكل الدعم الذي ترسخ أو ترسخ في عقيدة حكومات سابقة وتحويله إلى دعم حقيقي وليس وهمي؟ لا بالتأكيد طبعا، هو أعتقد الأرقام تتضاعفت طبعا بعد التطورات اللي حصلت، وانه زي ما قلنا 700 مليار دول تضاعفوا ويتجاوزوا التريليون. لكن كمان الحقيقه ان هذه المصروفات او الانفاق على طرق او على صرف او على مياه او على اتصالات، يعني الصرف الصحي تقريبا بنسبه عاليه جدا، الغاز الطبيعي ما كانش بيوصل لاماكن كتيره جدا في المدن، النهارده وصل للريف. الاتصالات والفايبر ودي جزء مهم جدا، الاتصالات بقت جزء من مناهج التعليم ومن التعليم ومن المدارس ومن الصحة ومن الاتصالات، فأصبح مهم جدا ربط الريف بالمدن وبالعاصمة، وفي نفس الوقت ربطه بالمشروعات بالطرق بشبكة الطرق القومية. فهذا الانفاق طبعا بينعكس على البشر، وفكرة انه يبقى فيه ضمنه الفصول، يعني الرئيس كان بيتكلم على 28,000 فصل مطلوبة، ربما العدد الذي تم جزء كبير منه بيبقى موجود في هذه القرى والتوابع، فده انعكاس مهم. يعني هذا الانفاق يمثل عدالة للتنمية ويمثل عقد اجتماعي ضروري، لانه زي ما احنا قلنا حق الفلاح وحق الساكن في الريف انه يكون قادر على اقامة مشروعاته او التحرك او تصريف منتجاته او الحصول على ادوات انتاج ودعم حقيقي بالاضافة الى الدعم الاجتماعي، فده جزء مهم، ده نهضة اجتماعية. واعتقد انه مساندة الفلاح بشكل عام بشكل سواء من خلال الإرشاد الزراعي أو إعادة جامعات التعاونية أو هذا الأمر جزء مهم جدا من التصور الشامل لحياة كريمة، لأنه حياة كريمة تعني تصور شامل، وأظن أنه نجاحها انعكس في أنه أصبحت نموذج يمكن تطبيقه في إفريقيا أو في دول مختلفة. الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع، نشكرك شكرا جزيلا. احنا بنبني جمهورية جديدة، جمهورية كل شبر فيها شاهد على إنجاز، كل ركن ثابت بإرادة وقوة ولادها اللي كانوا قد التحدي وحلفوا ليخلوها أم الدنيا من تاني. مصر مش مجرد وطن، مصر حضارة علمت العالم يعني إيه تاريخ، وعرفت الكل إن كل وقع ليها بتبقى بألف قومة. الحكاية مش حكاية إنجازات ومشروعات، القصة قصة خير يكفينا ويكفي كل جيل هيتسمى باسم مصر. وأول سطر في الصفحة بدأ بحياة كريمة. أشرقت الشمس بعد ظلام على مصر وعلى الصعيد. من اللحظة الأولى كنا كتف بكتف على عهد واحد، إن حلمنا لابد من يوم ويشوف النور. دقينا ببان أهالينا بالخير، وكل اللي حققناه لسه مجرد خطوة، تتر النهاية منزلش، قطر الخير هيكمل. وفي حياة كريمة احنا مش بس بنبني بيوت، احنا بنبني أول طوبة في حلم كل إنسان. وبعد ما لفت حياة كريمة مصر كلها، هتتجمع في استاد القاهرة من كل المحافظات يوم 15 يوليو، وهدفها تكمل الحلم، حلم الجمهورية الجديدة، حلم بروح حياة كريمة. جاءت أزمة كورونا، العالم يغلق أبوابه والمشاريع تتوقف، اقتصادات أعفى الدول تنهار، لكن في هذا البلد قيادة آمنت أن الليل لابد أن يكون نهار. تجاوزنا الأزمة ولم يستفيق العالم حتى جاءت الحرب الروسية الأوكرانية، فكان التأثر مضاعفا، ولكن أيضا هنا قيادة تؤمن أن الشعب لابد ألا يشعر بتداعيات هذه الحرب، ورهن الخاسرون على توقف عجلة الدولة إلا أنها راحت لتمضي في جهودها لتنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، رغم كل ما تواجهه من تحديات. إنها حقا حسن القيادة وعظمة الإرادة.
رغم الصعاب والتحديات التي تواجه مصر بسبب الأزمات والاضطرابات العالمية وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي طالت كل دول العالم، إلا أن مصر نجحت في الصمود أمام تلك التحديات بفضل الإصلاحات التي جعلت الدولة أكثر قدرة على مواجهة تلك الأزمات. تمضي مصر في جهودها لتنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، رغم كل ما تواجهه، وباتت معدلات إنجاز المشروعات الجاري تنفيذها بجميع المحافظات في مختلف المجالات على أرض الواقع خير دليل على قوة وقدرة وصلابة الاقتصاد المصري وصمود الدولة. نقلة نوعية كبيرة تشهدها القرى المصرية في إطار تنفيذ هذه المبادرة الرئاسية، حيث تشهد جميع المرافق والخدمات توسعات وتطوير هائل لتغيير حياة المصريين إلى الأفضل في مشروع هو الأكبر في العالم، بدعم يصل إلى 87 مليار و200 مليون جنيه لدعم رغيف العيش والسلع التموينية الأساسية، بزيادة نحو 2 مليار و700 مليون جنيه. كما يستهدف تطوير وتحسين حياة جميع قرى الريف المصري، وهم 4600 قرية و30 ألف تابع، بإجمالي المستفيدين 58 مليون مستفيد، بتكلفة إجمالية 700 مليار جنيه. كما تستهدف خفض معدلات الفقر بين 10 إلى 14% في القرى، وتوسيع نطاق برنامج الحماية الاجتماعية والحد من الفقر، وزيادة المخصصات المالية للبرنامج من 80 إلى 90 مليار جنيه في الموازنة الجديدة. واستفاد من المشروع أكثر من 4.5 مليون مواطن في المرحلة الأولى للمبادرة، حيث يصل إلى أكثر من 30 ألف مشروع، وتم توفير 100% تقريباً من الأراضي المطلوبة لمشروعات المرحلة الأولى ورفع كفاءة وتطوير 16 ألف منزل لتصبح سكن كريم، وإنشاء 54 وحدة صحية مطورة و82 وحدة بيطرية. السبت قبل الماضي تفقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي المشروعات الجاري تنفيذها بقرى محافظة الدقهلية، وعلى هامش الجولة قال إن هذا المشروع على أجندة أولويات العمل بتوجيهات الرئيس بعدم التأخر فيه، بل بمسارعة الخطى وحجم الإنجازات وتحقيق المرجو منه. تأكيدات رئيس الوزراء على الاستمرار في هذا المشروع الكبير بالمعدلات المطلوبة ومسارعة الزمن من أجل تحقيقه والصمود أمام هذه التحديات تتزامن مع تحركاته على أرض الواقع وجولاته المستمرة، ومن بينها تفقده اليوم للمشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة الغربية. ينضم إلينا هاتفيا النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية. أستاذ تيسير، بعد التحية، إذا رغم الصعاب والتحديات التي تواجه مصر بسبب الأزمات والاضطرابات العالمية وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي طالت كل دول العالم، إلا أن مصر استمرت في تنفيذ حياة كريمة، كيف نجحت الدولة في تحقيق هذه المعادلة الصعبة حتى على اقتصادات الدول الكبرى؟ أستاذ تيسير، هل تسمعني؟ أستاذ تيسير؟ أستاذ تيسير، هل تسمعني بوضوح؟ أستاذ تيسير، إذا كنت تسمعني أعيد عليك السؤال. إذا رغم الصعاب والتحديات التي تواجه مصر بسبب الأزمات والاضطرابات العالمية وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي طالت كل دول العالم، إلا أن مصر استمرت في تنفيذ حياة كريمة، كيف نجحت الدولة في تحقيق هذه المعادلة الصعبة حتى على اقتصادات الدول الكبرى؟ تحياتي لحضرتك ولجميع السادة المشاهدين. حياة كريمة مبادرة أطلقت في عام 2019 في يناير، الحقيقة بتهدف إلى المجتمعات الأكثر احتياجا، وبحيي حضرتك على الكلمة الطيبة اللي انت قلتيها، لأن فعلا في ظل الظروف اللي العالم كلها بيعيشها واللي احنا شايفينها قدامنا من تداعيات كورونا ثم الحرب الأوكرانية ثم الظروف الاقتصادية، ولكن حياة كريمة مستمرة في عملها وفي أدائها
بهدف الارتقاء بالناس الأكثر احتياجا على أرض مصر. ده بيدل على اهتمام القيادة السياسية السيد الرئيس بنفسه بالمواطن المصري، بالناس المحتاجة، بالناس اللي عندها ظروف، بالقرى اللي محتاجة انها تتطور، وتتطور في كل شيء، مش في انه يبقى عايش حياة كريمة بمفهوم متسع كده وخلاص، ولكن بنشوف بيوت بتتعمل، وبنشوف مياه بتوصل، وبنشوف طرق بتتعمل، وبنشوف فعلا حياة كريمة. واخر حاجه شفناها كمان المشروع الجديد ابدا اللي بيدور على او بيهدف الى نتائج طيبه من اجل المصنعين. حقيقه حياه كريمه على مستوى مصر شيء عظيم جدا، مفكره لينا كمصريين، وبتدل على ان السيد الرئيس بيعامل كل المصريين معامله الاب اللي مسؤول عن اولاده، وبيطور من حياتهم وبيهتم بمشاكلهم في كل صغيره وكبيره. نعم أيضا أستاذ تيسير، كيف ساهم برنامج الإصلاح الاقتصادي في تدعيم قدرات الدولة في تنفيذ المبادرات الكبرى كحياة كريمة؟ أنا عايز أقول لحضرتك الحالة الاقتصادية في العالم كله كلنا حاسين بيها، وشايفين الدول فيها إيه، وشايفين اللي بعد كمان حرب، بداية حرب روسيا وأوكرانيا، شايفين التأثيرات السلبية اللي بيتعرض بيها، ومعدل التضخم اللي بيزيد من يوم ليوم، وبنشوف الدول الكبرى المشاكل اللي بتبقى موجودة فيها من عدم وجود غاز، من ارتفاع أسعار السلع. الحقيقة لو احنا جينا عملنا مقارنة، ولو ان يعني محتاج ان الكلام ده يوصل للمواطن البسيط، لو عملنا حتى مقارنة بارتفاع الأسعار في الدول الكبرى وارتفاع معدل ارتفاع الأسعار عندنا في مصر، هنلاقي فعلا الحكومة والدولة استطاعت انها تحجم بقدر المستطاع من ارتفاع الأسعار بالشكل الجنوني اللي موجود في العالم كله. مبادرة حياة كريمة ومبادرة ابدأ بتشجع دايما على نتائج طيبة اقتصادية هتعود بالنفع على المواطن المصري. مشروعاتها هتتفتح، تشغيل هيتم للشباب، تشغيل للمواطن العادي، تشغيل المصانع المتوقفة، كل ده بيدور عجلة الانتاج وبيقلل من الفجوة اللي موجودة بين الاستيراد وبين التصدير. فحياة كريمة النهاردة احنا بنتكلم عنها وبنقول ما زلنا محتاجين انها تستمر، ما زلنا محتاجين انها تبقى اكتر، اهدافها تبقى الفئات المستهدفه فيها تبقى اكتر من اللي موجودين، وخاصه ان احنا عارفين انها بتستهدف كبار السن وذوي الهمم والمتطوعين والنساء، ولكن محتاجين كمان انها تتوسع على المواطن المنتج والمزارع، لان لو احنا اهتمينا بالزراعه والصناعة هيبقوا هم المفتاح لينا في النواحي الاقتصادية. النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، نشكرك شكرا جزيلا. يعايرونا بفقرنا بس أنا مش هسكت. 50% من مساحتك يا مصر عشوائيات. هو ده التحدي اللي احنا عايزين ننجزه وعايزين نهزمه. برؤية رئاسية ثاقبة وبصيرة نافذة، قاد الرئيس عبد الفتاح السيسي ملحمة تغيير حياة أكثر من 1,000,000 مواطن مصري، من النقيض إلى النقيض. والله لا يليق بنا ان احنا نعيش الا ما نحل المسائل دي ونخليها تليق بمصر وبالمصري. انت بتدي للمواطن ده اللي كان قاعد في امر انت ما تتخيلوش واكيد ما ترضاش بيه، بتديله شقة من دي بعفشة. طب ده حد في العالم عمله غيرنا؟ لا والله ما حد عمله غيرنا. بنحول حياتهم الى شكل يليق بيهم وباولادهم ومستقبل بعد كده. خلال الاعوام السابقه طبقت استراتيجيات شامله وناجحه نجم عنها انجازات باهره، ابرزها تمثل في إعلان خلو مصر من المناطق غير الآمنة
التي كان عددها 357 منطقة على مستوى الجمهورية تتوزع من الدرجات الأولى إلى الرابعة، وذلك في نهاية عام 2021. هذا الإنجاز الضخم الذي انطلق مع بداية الولاية الأولى للرئيس السيسي بلغ عدد المستفيدين منه بعد مرور 8 سنوات تقريباً 1,200,000 مواطن في 25 محافظة بإجمالي 246,000 وحدة سكنية، وبتكلفة تقديرية بلغت 63 مليار جنيه للمشروعات والأراضي. قالوا العشوائيات والمناطق الخطرة 250,000 واحد. تعملوا اتفرشوا الناس موجودة فيها. طب احنا ساكتين؟ لا، ولما بقول له يا رب ارزقني اكتر عشان اعمل ايه اكتر، يعني ممكن اشيل 1,000,000 واحدة واحط قدام منهم 1,000,000 واحدة تانية. هذه النتائج العظيمة نالت إعجاب عدد من المؤسسات العالمية، أبرزها تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة عام 2021، الذي أشاد وأشار إلى وجود إرادة مصرية كبيرة للحفاظ على كرامة الإنسان من خلال إنهاء أزمة العشوائيات والمناطق غير الآمنة وتوفير الإسكان الاجتماعي للفئات المتوسطة. لا يمكن هنسمح أبدا إن احنا يبقى عندنا عشوائيات كده تاني أبدا. والآن ننتقل إلى مدينة شرم الشيخ، حيث مؤتمر صحفي لوزير الخارجية في استكمال القرارات الإطارية، وحث الأطراف العمل مع النص الذي صدر الليلة الماضية فيما وبما في ذلك القرارات الإطارية، وذلك بروح الانفتاح والمرونة والتوافق. مسؤوليتنا المشتركة هي إيجاد العامل المشترك بين الأطراف العديدة حول المسألة الأساسية بالتماشي مع مؤتمر الأطراف الخاص بالتنفيذ، وكذلك تماشيا مع اتفاق باريس والاتفاقية الإطارية. المجتمع الدولي يتطلع إلينا ويدعونا للجرأة والطموح، وفي أيدينا مهمة الدفع نحو نتائج ملموسة في كل الجوانب الخاضعة للمناقشة. وأؤكد لكم أن رئاسة المؤتمر مستعدة لتقديم كل الدعم المطلوب لهذا الهدف، وكذلك أنا متأكد أن هناك أو سيكون هناك الكثير من توافق الآراء لتنفيذ أعمالنا على أرض الواقع بشكل متوازن ويستشرف المستقبل. الهدف حينئذ سيكون فقط تشذيب الحلول التي يمكن أن تنعكس في نص الرئاسة الذي من المأمول أن يصدر هذه الليلة. أصحاب السعادة المندوبون الموقرون، أحثكم جميعا على استغلال الوقت المتبقي للاستغلال الأمثل، فأمامنا عمل كثير، لذا لنعود إلى أعمالنا بأسرع وقت ممكن. خلال هذه الأيام الأخيرة فريق رئاستي وأنا عملنا في مشاورات مكثفة مع الميسرين الذين نود أن نتقدم إليهم بخالص الامتنان على الجهود التي بذلوها، وذلك لإتاحة الأمور وتوفير الانفتاح في المناقشات التي وكلت إليهم. وأعلم أن نتائج هذه المداولات ونقاشات قد جاءت بنا أو وصلت بنا إلى موقف لدينا فيه ثقة في النتائج التي سنحققها، وكذلك ندرك أن الساعات القادمة ستحمل
الكثير من المشاورات الثنائية والمشاورات الأكثر اتساعا مع الرئاسة والوفود جميعا، ونحث كل الوفود أن تتحلى بكل الانفتاح والمرونة والاعتراف بمصالح الأطراف عدة. هذه عملية تنبني على التوافق وعلى الطموح، وهي مسؤولية ومسؤوليتنا أن نعرف أن ما نقوم به هنا يؤثر على أشخاص حقيقيين وحياتهم الفعلية. ينبغي أن نبقي ذلك في ذهننا طوال الوقت. وأتطلع إلى مناقشات مكثفة ومثمرة، وأتمنى أن تشارك فيها كل الوفود لنمضي قدما بأهدافنا. أود أن أفتتح هذا الاجتماع، والترجمة الفورية متاحة وأشعر أنها كانت مطلوبة، بحيث لا تتعطل أي من الوفود في نقل أفكارها وإسهاماتها بالطريقة الفصيحة التي تخدم مصالحها. وأعطي الكلمة لباكستان بالنيابة عن مجموعة 77. شكرا سيدي رئيس، وشكرا على التزامك وصبرك في هذه العملية. نحن ملتزمون، وأذكر الرئاسة بأننا ملتزمون بالعمل معا من أجل المضي قدما بكل العمليات الخاصة بالاتفاقية واتفاق باريس، ونعمل معا للتوصل إلى أرضية مشتركة. وكما قلت سيدي الرئيس، هذه عملية تقودها الأطراف، والأمر منوط بنا لإرسال رسالة قوية من مؤتمر الأطراف هذا. مفادها أن مؤتمر الأطراف الخاص بالتنفيذ بالفعل كان مؤتمرا للأطراف تاريخيا وقابل للتنفيذ. وبعد هذه الكلمات أقول أيضا أنه علينا أن نصدر قرارات بسيطة ويمكن تنفيذها في أسرع وقت ممكن، والخياران 2 و3 ليس ممكنين بالنسبة لنا. ونحن ملتزمون فيما يتعلق بالخسائر والأضرار، نحن ملتزمون بالخيار الأول مع بعض التغييرات والتعديلات التي قدمناها والتي لا نزال نعمل عليها معا. ونتطلع إلى يوم مثمر ومنتج، وأن نستكمل مناقشاتنا في الوقت المناسب بحلول الغد. وكما قلت سيدي الرئيس، نشكرك على قيادتك ونشكرك على إدارتك لهذا المؤتمر المهم للغاية، الذي سيرسل رسالة قوية للعالم، ليس فقط حول قوة تعددية الأطراف، ولكن حول الكيفية التي يمكن بها للأمم العمل معا للتوصل إلى الحلول التي قد تكون صعبة ولكنها ستنقذ الإنسانية، وأن تناقش الهشاشة الإنسانية. وكذلك نحن ملتزمون بالاتفاقات وباتفاق باريس، ونحن ملتزمون بالعمل وفقا لهذه المحددات، وكلنا سنواصل عملنا ذلك اليوم ومتحلين بالمرونة. ونحن نتطلع إلى نتائج مثمرة، لأن العالم ينتظر كما ذكرنا، وقيادتك مهمة للغاية لنا للحرص على النتائج الممتازة لنا جميعا. شكرا جزيلا. ربما قد نسيت أن أذكر أن المقترحات التي وصل إليها المواسرون صدرت بالأمس فقط، لذا كان يجب أن تكون هناك الكثير من المشاورات، وأن يكون هناك الوقت الكافي لاستيعاب هذه النصوص التي وردت بالأمس، بحيث تتمكن الوفود من إيلائها العناية في بياناتها التي ستلقيها اليوم، لنسمع إلى رأي الوفود بشكل جيد، ونتمكن كذلك
من فهمها، حتى أنا كرئيس أن أتمكن من إسداء النصح والتوجيه الذي يتماشى والتوافق الذي نسعى إلى تحقيقه. والآن أعطي الكلمة لزامبيا. إذن مشاهدين، تابعنا جانبا من كلمة وزير الخارجية سامح شكري خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة المناخ، والذي أعلن خلاله تمديد جلسات القمة إلى السبت المقبل لمحاولة الوصول إلى توافق بين الأطراف. والآن مشاهدين نواصل استكمال تغطيتنا، حيث عشش الصيادين والصفيح، عزبة الهجانة وبطن البقرة، غيط العنب وتل العقارب، كلها كانت من الماضي اسما وشكلا، واليوم هؤلاء أصبحوا بشاير الخير والأمل والأسمرات. اليوم لا مكان غير آمن في مصر. We'll be right back.
ينضم إلينا هاتفيا المهندس خالد صديق الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية. أستاذ خالد، بعد التحية، التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر كانت واحدة من محاور مبادرة حياة كريمة. برأيك كيف حولت المبادرة صورة الدولة الذهنية من العشوائية إلى أماكن أدمية راقية تليق بالمواطن المصري؟ مساء الخير. طبعا يمكن يعني المبادرات كلها اللي اطلقها سياده الرئيس على مستوى الدوله كلها بتهدف لارتقاء بمستوى المواطن المصري، سواء في السكن، في الحياه، في الاقتصاد، في كل شيء من اللي احنا بنتكلم عليه كله. احنا بنتكلم على تطوير حياه انسان. لما بنتكلم في تطوير حياه انسان هنا الناس بتعتقد ان احنا بنتكلم بنتكلم على منشات، مباني، طرق، كباري. لا، احنا بنتكلم على حاجات تانية كتير، بنتكلم على حياة متكاملة، بنتكلم على التعليم، الصحة، فرص العمل، كل ده بنشتغل واحنا على المحاور بتاعتنا، عشان بس الناس تبقى فاهمة المحور الرئيسي هو الإنسان، فمما يحتوي حياة الإنسان من تطوير أو تنمية بنشتغل عليها كلها عشان نوصل لحياة تانية خالص. كلمة تطوير هنا بنطور حياة مش بنطور عمران فقط. نعم، يعني أيضا البناء العشوائي والسكن غير المخطط والتعديات على الأراضي باتت كلها عناوين في الماضي في قرى الريف المصري التي دخلتها حياة كريمة. أي مكتسبات تتحقق لدى أهالي تلك القرى من نسيان هذه الصورة الذهنية؟ طبعا احنا بنتكلم بنقول ان يعني دي من المشروعات بتاعتنا. احنا بنقول احنا بنرسم لبكره ازاي بنمنع الانسان ان هو يعمل عشوائيات جديده، ان هو يعمل متطلبات حياته اللي هو بيفرضها بنفسه بعشوائيه او بدون تخطيط. فلما الدوله هي اللي بتسلك هذا المسلك وتعمل كل شيء بصوره منظمه مخططه مدروسه كويس جدا، اذا المواطن مش هيلاقي او هيلاقي حاجه تشجعه ان هو يعمل حاجه مخالفه للتخطيط او التنظيم. فهنا بنبدا لما الدوله تشتغل دورها الصحيح وتوجد للانسان احتياجاته في مكانه من مسكن، ماكل، مشرب، مدرسه، مستشفى او مركز طبي او مركز بريد، اي متطلبات الحياه، فاذا هي بتوجد هذه الاشياء ليه في مكانه كمان، يمكن حتى كمان بتحد من الهجره الداخليه، الهجره الداخليه، البحث عن رزق، البحث عن عمل، البحث عن ان هو يؤدي مهمه معينه او يخلص اوراق معينه في مكان. لما بنوصل له المكان ده الاشياء دي في مكانه الموجود بنقلل من حجم الانتقالات والهجره الداخليه عشان يوجد حياه كريمه او حياه افضل في مكان اخر. نعم، المهندس خالد صديق الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، نشكرك شكرا جزيلا. الرياضة أمن القوم، كل مستوى اللياقة البدنية ما ترتفع اللياقة الصحية بترتفع والقدرة على العمل بتزيد. أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الملف الرياضي دعما خاصا واهتماما بارزا مع بدايات مجيئه حاكما لمصر عام 2014. الساحات الرياضية اللي موجودة واللي عملتها القوات المسلحة وقبل منها اللي موجودة في مراكز الشباب كتير، بس احنا محتاجين ننشر ونرفع كفاءة ونهتم. على صعيد المنشآت تم إنشاء 4050 ملعبا خماسيا قانونيا وتحديث 8 مدن شبابية، إلى جانب تطوير 1003 مراكز شباب من خلال مبادرة حياة كريمة. المصريين ولا واحد منهم يشوف الشاب المصري زيه زي أفضل شاب في العالم كل شيء. لكن يبقى الإنجاز الأكبر في مجال الإنشاءات متمثلاً في تدشين المدينة الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة بلغت 2.2 مليار جنيه على مساحة 93 فداناً، بما يدعم قدرة مصر على استضافة المنافسات الرياضية العالمية المرتقبة خلال السنوات المقبلة. سجل الإنجازات يشمل أيضاً نجاح الفرق الرياضية في تحقيق 280 بطولة متنوعة
بالإضافة إلى تحقيق 3500 ميدالية مختلفة على مستوى الألعاب الجماعية والفردية. بالإضافة إلى ذلك، استضافت مصر كثيراً من البطولات العالمية والفعاليات القارية، مثل كأس أمم إفريقيا في عام 2019 التي أسند تنظيمها إلى مصر قبل انطلاقها ب 164 يوماً فقط، في تحد صعب تجاوزته الدولة المصرية بنجاح ساحق. الأمر نفسه ينطبق على كأس العالم لكرة اليد في عام 2021 التي أبدعت مصر تنظيمها في ظل أزمة وباء كورونا المرهقة. بالإضافة إلى ذلك، نظمت مصر أيضاً بطولة العالم في الإسكواش وكأس العالم للرماية ومسابقات أخرى في مختلف الألعاب، وما زالت النجاحات مستمرة. الرسالة اللي احنا عايزين نقولها من خلالكم ان كل عمل هنعمله لبلدنا يطلع لبلدنا قدام هيبقى محل تقدير داخل مصر وخارج مصر. حياة كريمة كما قلنا كانت فكرة نشأت عندما شارك الشباب المتطوع بعرض رؤيتهم وأفكارهم في المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، والذي عقد على هامش المؤتمر الوطني السابع للشباب في 30 يوليو عام 2019، وعلى إثره تم إنشاء مؤسسة حياة كريمة بتاريخ 22 أكتوبر 2019 من قبل شباب متطوع يقدم نموذجا فريدا يحتذى به في العمل التطوعي. من عقول الشباب كانت الفكرة، مبادرة وطنية هدفها تكريم الإنسان ومساندة الدولة في معركتها نحو البناء والتنمية. حياة كريمة هي تلك المبادرة التي غيرت واقع الحياة لملايين البشر، والسر دوما يكمن في الشباب، فبطموحهم بدأت المبادرة ومعهم تسير حتى تحقق أهدافها، ومن بينها نشر ثقافة العمل التطوعي. من هنا تحديدا تأتي سلسلة الندوات التوعوية التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة للتعريف بالجهود التنموية والشبابية ضمن المبادرة الرئاسية لنشر قيم العمل التطوعي والخدمة المجتمعية لدى شباب الجامعات. ولتحقيق هذا الهدف الذي تليه المبادرة أولوية قصوى، تتعاون حياة كريمة مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات والأكاديمية الوطنية للتدريب والمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. هذا الهدف الذي يلتقي مع إيمان مؤسسة حياة كريمة بأهمية دورها المجتمعي في تعزيز قيم العمل التنموي والتطوعي ونشر ثقافة الخدمة المجتمعية لدى شباب الجامعات عبر المشروع القومي حياة كريمة، أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر الحديث، الذي يهدف لإحداث تغيير جذري في حياة المواطنين الأكثر احتياجاً وتوفير تنمية شاملة مستدامة لهم. وبينما أصبح بناء الوعي الوطني لدى الشباب وطلاب الجامعات ضرورة قصوى لتمكينهم من امتلاك المعرفة والوعي للحفاظ على المقدرات الوطنية والأمال العريضة للمصريين في بناء الجمهورية الجديدة، لم يكن من الغريب أن تشمل رؤية مؤسسة حياة كريمة خطة تنفيذية للندوات التوعوية والزيارات الميدانية لطلاب الجامعات داخل مشروعات حياة كريمة بقرى ومراكز الجمهورية، فضلاً عن المناقشة والحوار مع الشباب الجامعي حول المشروعات التنفيذية للمبادرة الرئاسية وتوظيف مشروعات التخرج لخدمتها، وذلك بهدف زيادة مشاركة الجامعات في دعم المبادرة خلال الفترة القادمة. والآن ينضم إلينا هاتفيا المهندس أحمد موسى المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الحياة. أستاذ أحمد، بعد التحية، إذن بناء الإنسان هدف محوري إن لم يكن هو الهدف الرئيسي من عملية التنمية التي تقوم بها الدولة، ولعل من أهم أدوات بناء الإنسان هو تأهيل الشباب والنشء. كيف تم تحقيق هذا الهدف من خلال مبادرة حياة كريمة؟ السلام عليكم، إزاي حضرتك؟ يعني احنا كمؤسسة صناع الحياة اللي اكبر حاجة بنهتم بيها هي المتطوعين والشباب،
ويمكن احنا شاركنا في المرحله الاولى في حياه كريمه او في مبادره حياه كريمه من خلال يعني كنا اكثر مركزين على الانفراستراكشر مع الدوله. يعني عملنا 1320 منزل، 260 وكره صرف، 212 جهاز تعويضي، 21 قافله بيطريه، حوالي 600 عمليه جراحيه. يعني معظم الحاجات كنا بنشتغل اكتر على الانفراستراكشر. يمكن المرحله الاولى، المرحله الثانيه هنركز اكتر على الانسان وعلى البشر، فمركزين على في المرحله الثانيه على التمكين الاقتصادي. فاحنا شغالين في مركزين، مركز ديشنا بقينا يعني هنعمل ما يقترب من 320 350 مشروع متناهي الصغر، برضه في مركز قيمة في سوهاج مركزين ان احنا نعمل ما يقترب من 1000 مشروع متناهي الصغر. ده خلاف حاجات كثيره جدا بتهتم بالتدريب والتاهيل، التدريب الحرفي، تاهيل الشباب. واحنا كمؤسسه دايما مركزين على ان الكومبوننت او الجزء بتاع المتطوعين يكون موجود في كل المراحل معانا. نعم، المهندس احمد موسى المدير التنفيذي لمؤسسه صناع الحياه، نشكرك شكرا جزيلا. خدمات طبية، بناء مستشفيات ووحدات صحية وتجهيزها من معدات وتشغيلها بالكوادر الطبية، إطلاق قوافل طبية وتقديم من خلالها خدمات صحية متكاملة، فلا حياة كريمة من دون أجساد سليمة. بعد إجراء نحو 1,200,000 جراحة في مختلف التخصصات الدقيقة والعاجلة وبتكلفة إجمالية وصلت حتى الآن إلى 11 مليار و600 مليون جنيه، لا تزال الدولة المصرية تواصل مساعيها وجهودها الحثيثة في ذلك الملف الخاص بالمبادرات الرئاسية في قطاع الرعاية الصحية للمواطنين. فثمة توجيه جديد من الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الأرقام السابقة ودعم مبادرة 100 مليون صحة بمقدار 600 مليون جنيه جديدة، مع زيادة برامج التوعية الإعلامية للمواطنين المستهدفين بالمبادرة لتعريفهم بكيفية الاستفادة منها بطريقة سلسة، وهو ما سيساهم في رفع المعاناة عن المرضى من المواطنين. التوجيهات الرئاسية لم تتوقف عند ذلك فحسب، فقد وجه الرئيس السيسي أيضاً بضمان استمرار ما حقق من نتائج في إطار مبادرة الكشف عن فيروس سي وعلاجه من خلال الكشف الدوري المستمر والمبكر، خاصة في مكونات المنظومة التعليمية، بما يضمن استدامة النتائج المتحققة في المبادرة على امتداد الأجيال الحالية والمستقبلية، في وقت أصبحت المبادرة فيه تجربة مرجعية على مستوى العالم. أما فيما يخص المعهد القومي الجديد للأورام 500-500، فقد وجه الرئيس السيسي بسرعة استكمال جميع منشآته ومرافقه، بالإضافة إلى تطوير مستشفى أورام دار السلام هرمل، كي يصبح مركزاً متطوراً لتشخيص وعلاج الأورام، في ظل الاهتمام بدعم صحة المرأة وتعزيز صحة الأم والجنين على مستوى الجمهورية، في وقت شدد الرئيس السيسي على ضرورة ضمان استدامة التدفقات المالية الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل وإدراج باقي المحافظات في المنظومة. أما أطباء مصر وعمود الخيمة في تلك المبادرة فكان لهم نصيب من تلك القرارات الرئاسية بتوجيهات رئاسية ببلورة حزم تحفيزية لهم وتطوير منظومة مالية من شأنها الارتقاء بدخل الطبيب وتحسين بيئة العمل الخاصة به، لا سيما في التخصصات الطبية النادرة، مع منح امتيازات للأطباء العاملين في المحافظات النائية، وكذلك تعديل منظومة تكليف الأطباء بشكل كامل. والآن ينضم إلينا هاتفيا الدكتور إبراهيم إسماعيل مدير عام إدارة القوافل الطبية لحياة كريمة بوزارة الصحة. دكتور إبراهيم، بعد التحية، إذن أمراض متوطنة وجسد عليل كان هذا ميراث المصريين في القرى والحضر، كيف عالجت مبادرة حياة كريمة هذا الداء عبر تطوير المستشفيات والرعاية الصحية داخل القرى التي ربما كانت محرومة؟ السلام عليكم. أهلا وسهلا. ازي حضرتك، عامله ايه؟ اتفضل. اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين، اهلا بحضرتك. انت حضرتك، احنا الاسبوع ده عندنا اطلاق نار، الاسبوع ده قوافل في محافظات الجمهوريه كلها ضمن مبادره رئيس الجمهوريه حياه كريمه. عشان نقدم الخدمه الطبيه للمواطنين للكشف والعلاج بالمجاني كله. القوافل دي لحضرتك بتضم التخصصات الطبيه من الباطنه والاطفال والانف والاذن والعظام والجراحه والرمد، الاسنان، القلب، جميع التخصصات الطبيه والجلديه، النساء والولاده،
بالاضافه لخدمات تنظيم الاسره. بجانب ان احنا طبعا بيبقى فيه خدمه الاشعه كلها والتحاليل الطبيه، وبالاضافه الصيدليه تتوفر فيها كل انواع الادويه، وتم تحويل الحالات التي تحتاج الى اجراء عمليه جراحيه الى مستشفيات وزاره الصحه. يعني احنا عندنا الاسبوع ده حضرتك اعتبارا من 19 اطلاق سبع قوافل من بدايه من النهارده. سبع قوافل طبيه يوم السبت 19/11 المحافظات الغربيه، الجيزه، سوهاج، اسيوط، كفر الشيخ، القليوبيه، الفيوم. الاسبوع واليوم الثاني بكره ان شاء الله في كمان سبع قوافل بمحافظات سوهاج واسيوط وكفر الشيخ والقليوبيه والفيوم والاسكندريه واسوان. وفي محافظات ثانيه طبعا برضه بعدها بيوم ثاني هيبقى في 10 قوافل ثانيه. دي تغطي كل جمهوريه مصر العربيه. بتقدم كلها الخدمات الطبيه المجانيه مع صرف الدواء مجاني وعمل الاشعاعات اللازمه للمريض، وبالاضافه لمعمل تحاليل ومعمل فحوصيات. نعم. الدكتور إبراهيم إسماعيل مدير عام إدارة القوافل الطبية بوزارة الصحة، نشكرك شكرا جزيلا. عندما تحدثنا عن أن هذا إعجاز لم يكن من فراغ، فما تابعنا مع حضراتكم كان جزءا ضئيلا من جهد متواصل وسيتواصل لدولة بكل من فيها، فلأول مرة على مستوى العمل العام تجتمع أكثر من 20 وزارة وهيئة و23 منظمة مجتمع مدني لتنفيذ هذا المشروع الأهم على الإطلاق، وبسواعد الشباب المصري المتطوع للعمل الخيري والتنموي من خلال مؤسسة حياة كريمة، ليكونوا نبراسا يحتذى به في مجال العمل التطوعي، وليكون هذا الدليل للجمهورية الجديدة. احمد ربنا واشكره على كل شيء موجود. والله الحمد لله مش ناقص اي حاجه، فقدمنا احنا في نعمه كبيره من عند ربنا والله. رضا الحمد لله، حمدينه على اللي جابه ربنا. نشكر ربنا الحمد لله، دايما على كل حال نشكر ربنا. طب يا حاج نفسك في ايه؟ يا حاج ده حقك، اطلب، قول، اتمنى. انا مش نفسي في حاجه غير ان ربنا يدينا الصحه كده واشتغل. نفسي اشوف ولادي احسن مخاليق الدنيا. نفسي يوسف يخف بس. نفسي حد يتولى في علاجه. نفسي اعمل عمليه في عيني. نفسي اعمل عمره يا حج. دي امنيه حياتي ان انا اعلم ولادي واطلع الحبل. نفسي يعني الدوله تهتم شويه بالفقير، يعني الطبقه الفقيره دي يعني مش هقول. مصر ما بتنساش ولادها وعارفاهم ومحافظه جمايلهم، والنهارده فيها شغل من النار وناس بتشتغل ليل نهار، وكل المصريين اللي قادرين بيساعدوا علشان نأمن لكل المصريين الحياه اللي يستحقوها. حياة كريمة، مبادرة حياة كريمة هتهتم بكل تفاصيل حياة المصريين المحتاجين، صحتهم وعلاجهم، بيوتهم ومرافقهم، أكلهم وشربهم. هنساعدهم يشتغلوا ويعلموا ولادهم واللي فقدوا أهلهم. المبادرة هترعاهم علشان يبنوا حياتهم، وده حقهم علينا إننا نرعاهم وندعمهم علشان يعيشوا حياة كريمة. من بحر الإبل في كل مكان في بلدنا في ناس تلمحهم تلقى الطيبة ساكنة في ملامحهم، عالقد لكن عايشين وفي سكتهم ماشيين مهما الدنيا بتيجي عليهم، دايما راضيين. حياة كريمة، مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم الأسر الأكثر احتياجا.